نواصل اللقاء مع الشيخ علي بابير أمير الجماعة الإسلامية في كردستان العراق قبل الفصل كنا تطرقنا إلى أهم الملامح لمنهج الجماعة وأصولها الشرعية والشيخ ذكر أن هناك خمس 25 قاعدة وأصل في هذه في منهج هذه الجماعة الشيخ علي بابير أهلا بك مجددا أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذ السيد نريد من حضرتك تعطينا يعني آه لمحة عامة عن أهم هذه الأصول الخمسة نعم وعشرين للجماعة الإسلامية آه بسم الله الرحمن الرحيم نحن منذ أن بدأنا بتأسيس الجماعة الإسلامية كامتداد آه للحركة الإسلامية, الإسلامية السابقة وأعلننا وقتها آه بأننا سنحافظ آه على الجوانب الإيجابية آه الموجودة في الحركة ونحاول ان ننأى بانفسنا عن الجوانب السلبيه وذلك لانه حتى عندما كنا داخل الحركه الاسلاميه كان لنا كانت لنا انتقادات ومؤاخذات على بعض التصريحات وبعض التصرفات وبعض المواقف للحركه نعم القياده قيادات الحركه, قيادات الحركة. وكنا كتيار معارض داخل داخل الحركه الاسلاميه كان لنا مواقف تميزنا عن عن بقيه الحركه وعن قياده الحركه في ذاك الوقت ولهذا لما اعلنا عن الجماعه الاسلاميه اول ما بدانا به وانا طبعا اسست الجماعه الاسلاميه اول ما بدات كتبت كراسه تم باللغة الكردية لكن ترجمتها باللغة العربية القواعد الشرعية والأصول العامة للجماعة الإسلامية وبعد أن اجتمع القيادة آنذاك طرحت عليهم قلت ما دام أنتم تلحون علي, تلحون علي أن أرأس هذه الجماعة فأنا هذه هي شروطي وهذا هو فهمي للعمل الإسلامي وتعالوا نتناقش فجرت نقاشات ومداولات ومباحثات يعني ما ما غيرت شيء اساسي من آآ من آآ تلك الكراسه او تلك النقاط ال25 والتي بنينا عليها الجماعة الإسلامية طبعا هذه النقاط الخمسة أو القواعد الخمسة والعشرون تعتبر المنهج الفكري أو الرؤية الفكرية والسياسية للجماعة مثلا القاعدة الأولى فهم الإسلام فهما صحيحا أول ما يبدأ الإنسان يجب ان يبدا بالعلم أن تكون الصوره واضحه ولهذا انا جعلت الفهم فهم الاسلام فهما صحيحا القاعده الاولى، طبعا الفهم الصحيح للاسلام قلت اولا الاسلام هو المتمثل في الكتاب والسنه السنه وليست سنه الرسول صلوات الله وسلامه آه عليه الا تجسيدا للكتاب وكما قلتم في حلقه سابقه لا اقول كما يقول بعض من يسمون بالقرآنيين بانه لا يوجد لدينا وحي الا القرآن، لا السنه تجسيد للقرآن الكريم على ارض الواقع وتبيين لكيفيه الالتزام بالقرآن، عندما يقول سبحانه وتعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فوظيفه الرسول عليه الصلاه والسلام هي تبيين كيفيه تطبيق القرآن ولكن في السنه بالاضافه الى كيفيه تطبيق القرآن هناك احكام اضافتها السنه النبويه الى القرآن هناك احكام لم ترد في القرآن مثل مثل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اكل ذي كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وهذا جاء في صحيح البخاري ومسلم هذا لا, لا, لا يوجد في القران نعم ان السباع ذات النواب حرام اكل لحمها وكذلك الطيور ذات المخالب لا توجد هذا في القران وكذلك هناك اشياء كثيره جدا جاءت بها السنه مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها وهذا ايضا لا وجود له في القران لكن جاءت بها السنه وجاء في الحديث الصحيح نفث روح القدس في روعي اي في, في قلبي إذا كان قد ياتي جبريل عليه الصلاه والسلام بشيء من الوحي في بعض الأحكام وهذا وارد جدا في السنة النبوية الشريفة ولكن حتى الأحكام التي جاءت ووظيفة الأحكام التي جاءت في القرآن لا تتعارض مع القرآن ومن شرط السنة أن لا يتعارض مع القرآن ولا يتعارض مع العقل والعلم والواقع كما قلت في السابق على أي حال هذا هذه هي القاعده الاولى الأولى و الفهم الصحيح للاسلام هو اتخاذ الاسلام منهجا على مستوى الفرد والاسره والجماعه والمجتمع والدوله نعم. اذا اذا هكذا وجئت طبعا لكل قاعده اذا جئت بنصوص من الكتاب والسنه وكدا يعني نعم القاعده الثانيه تعليم الأعضاء وتربيتهم على أساس الفهم المتكامل والعقيدة الصحيحة والعبادة الخالصة والأخلاق الحميدة بالإضافة إلى العلوم الإنسانية والتجارب البشرية في مختلف المجالات تعليم الأعضاء وتف... وتربيتهم على ه... أساس هذا الأساس القاعدة الثالثة مثلا الانضباط بشرع الله ورد المسائل الخلافية إلى ميزان الشريعة. القاعدة الرابعة إدارة الأعمال على أساس الشورى والالتزام بشروط العمل المتفق عليها. يعني إذا الشورى مبدأ أساسي في الجماعة الإسلامية. يعني الشورى أساس المجتمع الإسلامي إسلامي. وأساس الجماعة الإسلامية وأساس الدولة الإسلامية وأساس وجود المسلمين الاجتماعي والسياسي. وبالمناسبة جاء جاءت هذه الجملة القرآنية وأمره شورى بينهم في الآية الرقم 38 في سورة الشورى يقول سبحانه وتعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمره شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون إذا جعل الله سبحانه وتعالى الشورى بين إقامة الصلاة والإنفاق فإقامة الصلاة الركن المعنوي للمسلمين والإنفاق الركن الاقتصادي والالتزام بالشورى اداره الامر أمور بالشورى الركن السياسي, السياسي والاجتماعي نعم وكذلك القاعده الخامسه مسؤوليه الامير والمسؤولين الاخرين امام الاعضاء وتامين حقوقهم قدر المستطاع والاستماع الى مقترحاتهم وانتقاداتهم برحابه صدر نعم يعني فالحق ليس حكرا على احد بهذه القاعده حضرتك بتتلافى اخطاء وسلبيات نعم. التي كانت موجوده في الحركه نعم, نعم. والاخطاء التي ارتكبها انا نعم يعني من حق الاخرين ان ينتقدوني وان يصححوا لي وجئت اه بهذا بهذا الصدد بقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الخليفه الراشد لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها وهذا انما قاله عمر هذا القول المبارك عندما انتقده او نصحه او قال له احد الحضور في المجلس اتقي لها يا عمر فقال احد المتملقين والمتزلفين: كيف تقول هذا لامير المؤمنين؟ فقال لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها. صحيح. اذا الخير في الامراء والمسؤولين الذين ينتصحون بنصيحه الناس ويسمعون لهم ويقبلون انتقاداتهم برحابه الصدر، والخير في المجتمع والجماهير التي لا تسكت على باطل. وانما تنتقد و وترشد وتصي وتصحح وهذا هذا المبدا اساسي في في مصلحه الجماعه نفسها واستمرارها وبقاءها نعم ومثلا القاعده السادسه اذا امر بسرعه على تلك القواعد نعم. القاعده السادسه المحبه والاحترام المتبادل بين الاعضاء عموما وبين القياده والقواعد خصوصا واجتناب واجتناب ما يعكر صفاء النفوس يعني بد من الود وال والمحبه والتناصح والوفاء بين اعضاء الجماعه والاجتناب عن الغيبه والنميمه والوشايات وانما تفر الافراد او الجماعات للغنيمه للغيبه والنميمه والوشايات و صفه الوجهين عندما لا تتاح لهم الفرصه للانتقاد صحيح. صحيح. ولهذا يجب أن اذا اذا اردنا ان نبقي على الناس اصحاء النفوس والعقول ان نعطيهم الفرصه ونعطيهم المجال لينتقدوا وليقولوا ما, ما يعتقدونه ما يرونه صوابا نعم و القاعده السابعه التمسك بالثوابت والاصول وعدم المساومه عليها مع الاخذ بالمدارات يعني محتاجه, أك... محتاجة توضيح نعم يا شيخ. نعم التمسك بالثوابت والأصول وعدم المساومة عليها هناك أصول وثوابت في الإسلام لا يجوز التنازل عنها مثلا ما جعله الله سبحانه وتعالى حراما فهو حرام وما اعتبره حلالا فهو حلال حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة فلا يجوز ان يتحدث ان يكون هناك حديث في في مجال قطعيات الدين كما قلت في في حلقه سابقه والامور التي جرى عليها الاجماع اجماع العلماء واجماع الصحابه والعلماء والامور التي هي من من المعلوم من الدين بالضروره هذا لا يجوز الاختلاف حولها ولا تجديد النظر فيها مثلا كما قلت الزنا حرام لكن إذا كان بإكراه وإذا كان برضا لا حرام يعني بإكراه بأي سورة من الصور نعم لأن الله سبحانه لم يقيده بصورة من الصور والربا حرام ومن الربا الفوائد الربا البنكية مثلا والسرقة الغش الاستيلاء على أموال الناس يعني الأمور القطعية والثابتة والثابتة يجب أن أه نقدم المساومة عليها، لكن يجب أيضاً الأخذ بالمدارات. أنا نعم. في هذا الصدد جئت بحديث نعم. نبوي يرشدنا إلى إلى معنى المدارات، لأن هناك مدارات. قد تفهم خطأ. هناك مدارات وهناك مداهنة. نعم. أنا عرفت المدارات بأن المدارات هو أن تضغط على نفسك من أجل سلامة دينك أو مبادئك والمداهنه ان تضغط على دينك من اجل سلامتك نفس. سلامه نفسك او تحقيق مصلحتك الذاتيه عكس متناقضين تماما متناقضين وال والاسلام جاء بالمداراه وامر بالمداراه لكنها عن المداهنه ولا تركنوا الى الذين ظلموا، الركون الى الظلمه والمداهنه حرام. حرام لكن مداراه واجب آه لنتامل هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة فلما دخل عليه ألان له القول قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت الذي قلت ثم ألنت له القول قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه رواه البخاري ومسلم اذا هذا هو المدارات المدارات ان تكرم الناس ان تبش لهم ان, أن تلين لهم القول آه لكن آه هذا مدارات تضغط على نفسك تضغط على اعصابك لكن لا تتنازل عن الحق المداهنه ان تتنازل عن الحق نعم. والقاعده الثامنه عدم الحرص على الولاية ومنعها من, من سألها وحرص عليها المسؤولية من يحرص عليها نحن في عرفنا المتبع في الجماعة الإسلامية أن من يحرص على المسؤولية إذا استطعنا أو إذا بحسب الضابط التي اتفقنا عليها نمنعه لماذا؟ لأن من يحرص على المسؤولية ويطالب بها يعني طالب الولاية لا يولى نعم يجب ان يبدو انه لا يقدر المسؤوليه قدرها ويعتبرها غنيمه ويعتبرها تشريفا وليس تكليفا نعم. فيجب ان ان يمنع يقول سبحانه وتعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا وفي الحديث الصحيح يعني انه الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن عن سؤال الاماره آه وطبعا هناك حالات استثنائية لأن من من العلماء من يقول ولماذا طلب سيدنا كنت يوسف كنت عليه الصلاة نعم والسلام اجعلني على خزائن نعم الأرض إني حفيظ علي نعم أولا يقال بأن الرسل والأنبياء معصومون لم يسأل بدافع شهوة دافع أو غلط شخصي هذا أولا ثانيا يوسف عليه الصلاة والسلام كان في في مكان في مجتمع لا يعرفه الناس فقال لهذا عرف بنفسه إني حفيظ عليم نعم. ثم كان حريصا على تحقيق المصلحة للمجتمع المصري آنذاك ولهذا العلماء يقولون إذا ما وجد شخص في مكان ما لا يعرفه الناس بإمكانه أن يعرف بنفسه وإذا رأى في نفسه أنه لا تدفعه الشهوة ولا المصلحة وإنما يدفعه الحرص على مصالح بإمكانه أن يسأل, يسأل. نعم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بعضهم سأل قال إنك ضعيف إنها أمانة وسألها البعض فقال نحن لا نوهل هذا الأمر من طلوع احرص عليه لكن بعضهم سأل وأعطاه لأنه كفء له لأنه كفء له وليس ليس و... غرض المصلحة الشخصية نعم. أو نعم إذا هكذا يجب أن تفهم الأحاديث يعني. صحيح وحتى هكذا يجمع بين الأحاديث ولا لا ان نضرب الاحاديث بعضها بعض ببعض بعض. صحيح لان كل متكامل نعم. ولا تتناقض والقاعده التاسعه التوكل على الله والاعتماد على الذات والحفاظ على الاستقلال في كل حال نعم. هذا ايضا من من شروطنا ومن قواعدنا العمل في العمل الاسلامي والقاعدة العاشرة تقليد المناصب على أساس الكفاءة الكفاءة واللياقة اتيت بي بي في, في هذا المجال بنصوص مثلا قوله ابنه شعيب يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين القوه والامانه نعم وقوله سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم الحفظ والعلم وكذلك قول الله سبحانه وتعالى عن بني اسرائيل وجعلنا منهم ائمه يهدون بامر لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ولهذا قيل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين الصبر واليقين إذا آه هذه ست صفات أساسية القوة والأمانة الحفظ والعلم والصبر واليقين آه القاعدة الحادي عشرة اتباع النظام المؤسسي وتوزيع الأعمال حسب الخبرة والمهارة إيه يجب أن تكون هناك مؤسسات العمل يكون مؤسسي حتى وليس مسلم لا يعمل المزاج والمزاجية ولا والشخص ولا نعم و نعم, نعم. آه القاعدة الثانية عشرة الجماعة الإسلامية جماعة من المسلمين وأداة الخدمة أداة لخدمة الإسلام والمسلمين ولم يقتصر الحق فيه فيها فقط يعني لا ندعي يعني أن الحق الحق حكر علينا عليكم نعم وح ونا ومحصور فينا لأن من عيب بعض الجماعات أنهم يعتبرون أنفسهم فكأن الحق وحي نزل عليه هم هم فقط الإسلام لا هم طبعا. فقط الحق. الوحي نقطة اشتراك بين كل المسلمين والاجتهاد أنت لك اجتهاد ولي اجتهاد وكما قال سيدنا شافعي رضي الله عنه رأي صواب يحتمل الخطأ من خطأ ورأي غير الخطأ خطأ 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 فهذه القاعدة الذهبية في مجال الاختلاف في الرأي والقاعدة القاعدة الثالثة عشرة ضرورة التعاون المسلمين لتحقيق الأهداف الشرعية بين كل المسلمين يعني ايضا من من النواقص التي تعاني منها بعض الجماعات والحركات الاسلاميه انها تنعزل بنفسها عن المجتمع وتنأى بنفسها عن الناس وتعتبر نفسها كانها هي هي الطاهره النقيه الزكيه وانها لا لا, لا تسمح لنفسها ان تتلوث بسوءات المجتمع و... لا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا أسكى الناس نفسا وأرقى الناس عقلا وأفضل الناس خلقا لكن عاشوا في بين في أناسهم وعاشوا مع مجتمعاتهم وخالطوهم وعاملوهم نعم. آه القاعدة الرابعة عشرة تحلية الأعضاء بالفضائل والتخلية عن الرذائل نحن نركز على الجانب المعنوي والجانب الروحي في الإسلام والذي تخصص فيه اهل التصوف. نعم. ونعلم بان التصوف كبقيه مجالات التراث الاسلامي فيه فيه الجيد والسيء يعني فيه الرديء والصالح والطالح، لكن ما ما نراه من من نقص في في تراث التصوف يجب ان لا يجعلنا ان نبتعد بانفسنا عن هذا آه هذه البحور الزاخره المملوءه باللوالئ والجواهر نعم وكل التراث البشري هكذا سواء التراث, التراث في التفسيري والحديثي والكلامي والتاريخي كله فيه آه ما ما هو ينفع صحيح وما هو لا لا ينفع او عفى عليها الزمن والقاعدة الخامسة عشرة تقديم الخدمات للناس ويسعادهم جزء من العبادة هذا ايضا نحن نوليه عناية خاصة ويجب ان نقدم اذا لم نتمكن من اقامة دولة اسلامية طيب ليس بالضرورة ان ال 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 الهدف هو فقط اقامة دولة خدمة الناس, الناس. صحيح. يس... تسعد الناس تنفع الناس في الحديث الصحيح الناس عيال الله وأنف... الناس عيال الله وأنفعهم وأحبهم إلي أنفعهم لعياله الله سبحانه وتعالى يعتبر الناس عياله نعم. وأحبهم إلى الله أنفعهم, أنفعهم لعياله, لعياله, لعياله نعم. وأيضا في الحديث الصحيح رواه الطبراني وصححه الألباني المؤمن آلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف نعم. وخير الناس أنفعهم, نعم. للناس. والقاعدة السادسة عشرة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح المجتمع. والقاعدة السابعة عشرة امتلاك القوة واستعمالها دفاعا عن الدين والمجتمع في الوقت والمكان المناسبين ضمن الضوابط الشرعية. لا في حال هرس ومرش وكل من هب ودب يعلن الحرب ويعلن معارك خاسرة. صحيح. لا يجب أن استعمال ان 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 يجب ان يكون دفاعا عن الدين وعن المجتمع وفي الوقت والمكان المناسبين وضمن الضوابط الشرعيه ومن الذي يقرر هذا اهل حل والعقد العلماء والعقلاء والوجهاء بين المسلمين وليس فئه خاصه ولا مجموعه ولا, ولا شخص, شخص ولا شخص مجهول مثل ابو بكر البغدادي نعم يعلن خلافه ولا يعرف احد صحيح كيف يمكن هذا القاعدة الثامنة عشرة الحرص على تحقيق الاهداف الشرعية العليا والابتعاد عن الخوض في الجزئيات. سواء داخل الجماعة او في التعامل مع المجتمع المجتمع والجماعات الاخرى، يجب ان نركز على تحقيق المصالح العليا والابتعاد عن الخوض في الجزئيات، لأن الجزئيات دائم تحتمل اكثر من من راي و هناك قول يقول انما يدخل الشيطان في التفاصيل. التفاصيل يكمن في الشيطان يكمن في التفاصيل صحيح اذا يجب ان نركز على الاساسيات وبدون الاعتماد وبدون التركيز على الاساسيات والاصول لا يمكن ان تكون للمسلمين جماعه ولا ولا ان يكون لهم التيام ولا ولا اخوه. يعني لانه في القضايا الجزئية أئمتنا وأصحاء وصحاء والصحابة والخلفاء الراشدون والعلماء والأئمة المجتهدين اختلفوا في كثير من الأمور الجزئية لكن كانوا متفقين على, على الكليات والأساسيات والقاعدة التاسعة عشرة ميدان وعمل الجماعة الإسلامي هو كردستان والعراق إلا أنها تتعاون مع المسلمين وتقدم لهم الدعم إليهم قدر المستطاع أينما كانوا وينتظر منهم طبعا طبعا نفس ما تفعل بنفسها القاعدة العشرون الحفاظ على الكيان السياسي لإقليم إقليم كردستان وتطويره وتطبيق الشريعة فيه نحن نعتبر هذا الكيان يعني حصيلة جهود الجميع وجزء من الحق الذي يجب أن يتمتع به كل شعب في أرضه ووطنه لهذا نرى بأن الحفاظ على هذا الكيان واجب شرعي لكن يجب أن نطوره ونحاول أن نطبق الشريعة فيه حتى يسعد المجتمع ويفوز في الأخرى القاعدة الحادية والعشرون الجماعة الإسلامية تتبنى موقفا إيجابيا من الأحزاب السياسية داخل إقليم كردستان والعراق أو خارجهما إلا إذا تبنى تلك الجهات موقفا سلبيا من الجماعة إذا الجماعة الإسلامية منفتحة مع الكل بمختلف خلفياتهم الفكريه والدينيه يعني نحن لا نرى مانعا ان نتعامل مع الاحزاب المسيحيه العلمانيه الماركسيه اليساريه منفتحين على الجميع على الجميع لماذا نحن نعيش في في مكان واحد والانبياء هكذا فعلوا انا دائما أركز عندما انظر الى سير الانبياء سمية. عليهم الصلاه والسلام وقصصي مع اقوامي عاشوا مع اقوامهم يعني سيدنا شعيب صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا يقول في سورة الأعراف وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا والله وهو خير الحاكم يعني ماذا؟ يعني يجب أن يصبر بعضنا على بعض ويتحمل بعضنا بعضا وينفتح صدر بعضنا لبعض لا أن اعتبر ان حقي الحق حكرا علي وانا وحدي الذي أف افهم وانا وحدي الذي افهم الاشياء على حقيقتها والغير محروم منها لا 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 ما هكذا الانبياء عليهم الصلاه والسلام وان كان طائفه منهم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم تصبر يعني كلا الطرفين يجب ان يصبر بعضهم على بعض المؤمنون والكافر يجب ان نصبر صحيح آه القاعدة الثانية والعشرون وجوب التعاون بين الدول والجماعات والتيارات والشخصيات الإسلامية لاستعادة الأمة الإسلامية دورها الريادي وإعادة السيادة, سيادة للشريعة الإسلامية يعني أيضا نحن نسعى لهذا أنه على مستوى الدول والجماعات والتيارات والشخصيات على مستوى الأمة إذا نحن لسنا آه نعم نحن نحن هنا في اقليم كردستان وفي العراق لكن نحن لسنا محلية. لسنا منغلقين نعم. محليين وليس لدينا اهتمامات هذه الامه نحن مسؤولون عنها بقدر استطاعتنا صحيح. ان هذه امتكم امه واحده وان ربكم فاعبدون القاعده الثالثه والعشرون الجماعه الاسلاميه تتبنى كافه الاساليب والاليات الشرعيه حسب ما تقتضيه ضروره لتحقيق اهدافها اي اسلوب شرعي اي آليات ما دام تجيزها الشريعة في وقتها ومحلها والقاعدة الرابعة والعشرون الانضباط بالتعليمات الحزبية وإجراؤها على الجميع لأن بدون هذا لا يمكن أن يؤدى عمل جماعي الانضباط بالتعليمات الحزبية وإجراؤها على الجميع لا, 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 استثناء لا ليس أحد الذي حق فيتو ابن فلان أو أخ فلان أو يعني صحيح مساواه والتزام إذا ما كان كما يقولون التزام حزبي. نعم. والقاعده الخامسه والعشرون الاخيره وجوب الطاعه لامير الجماعه وقيادتها في حال التزامهم بهذه القواعد. نعم. وجوب مره ثانيه يا شيخ؟ وجوب الطاعه لامير الجماعه وقيادتها يعني قياده الجماعه في حال التزامهم بهذه القواعد. يعني في هناك مشروطيه يعني نعم. هناك شرط. نعم يبقى نطيع نعم خلى والطاعة في حدود الشرع، قلت هذا آه. الطاعة أيضا في حدود الشرع وفي حدود الاستطاعة في المعروف وحسب الاستطاعة وذلك بعد أن آه التزم الأمير أو المسؤولون القيادة آه العليا والدنيا بمستوياتها آه بهذه القواعد إذا إذا لم يلتزموا إذا لا 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 طاعه لهم على الاخرين آه واذا لم يستطيعوا ايضا الاخرون ان يلتزموا آه يعني حاله آه دون التزامهم اسباب ومشاكل ايضا نحن هم في في حل من هذا يعني هذه القاعده لا تضع الامير فوق اعضاء الجماعه او قيادات لا الجماعه طبعاً هو يجب عنصر. ان يكون اولهم اولهم التزاما نعم آه نعم دي دي ال نعم. قاعده هذه منهج دي. الجماعه و... و... والمعالم عارفين. الاساسيه للجماعه الاسلاميه من حيث الفكر والحركه ومن حيث السياسه والتعامل الداخلي والخارجي وعلى مستوى على مستوى اقليم كردستان والعراق و... ما هو أوسع من هذا نتوقف عند هذا الفصل ثم نواصل إن شاء الله الحديث مع الشيخ علي بابير أمير الجماعة الإسلامية في كردستان العراق